في النسخة الخامسة لمسابقة الروبوتيك التي تنظمها المدرسة الوطنية للمهندسين بيابس، أكثر من 600 متسابق ومتسابقة من مختلف جهات البلاد ومن خارجها، يمثلون أكثر من 150 ناديا من مختلف مدارس المهندسين والمؤسسات التربوية في مختلف المستويات التعليمية بجهات البلاد. هناك العديد من المسابقات اللي تم برمجتها، ومعنا الحضور حضور مميز. هناك معرض للمشاريع اللي تمت معناها تم رياليزاسيون تاعها معناها من الطلبه، وكذلك هنالك معناها المسابقه السويفر دو ليني ومسابقه الاطفال، وكذلك مسابقه التوتران، واخيرا المسابقه الداث. وتهدف هذه التظاهره الى تعميم الروبوتيك والذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الجامعيه ولدى الناشئ، بما ان في اليوم سوف تشهد العديد من المسابقات اللي تهم المدارس الابتدائية والمعاهد الإعدادية. هذه التظاهرة السنوية مثلت المناسبة المميزة لإبراز ابتكارات المتسابقين وشغفهم وحبهم بهذا النشاط العلمي الهام الذي يشهد نقلة نوعية منذ سنوات، حيث تضمنت هذه التظاهرة مشاركة أكثر من 20 مشروعا مجددا في مجالات مفتوحة. مشاركة في نادي ستيم أكاديمي اللي هو صنعنا فيه الكهرباء هذه باش نشاركوا فيها، استخدمنا الكارت اردوينو، واستخدمنا معناها موتورات والكارت بلوتوث باش نتحكموا به في التليفون. فيردوليني هو روبو باش يلقى تراجيه مصور على الماكيت، تراجيه نوار، ويحاول يعدي التراجيه هذاك. يسوفي الروبو معناها باش يلقى فيه دي سوبستاكل وباش يلقى فيه دي كونديسيون، يحاول يتعديهم معناها سولون البروغرام وسولون كاي تشارج اللي بعثناها للي بارتيسيبون باش يشاركوا. هي تتميز بكون انها عندها اربع موتورات وكارت هاش زي 05 بلوتوث موديل باش تحكموا فيها عن بعد. الكهرباء هذه فيها ان سيرفو موتور يخلي زي الدكتور هذايا يدور 180 درجة باش يعرف على اليمين وعلى اليسار شنو فما من ديزوبستاكل. دورة وطنية لكن هذا العام بطعم مغاربي بمشاركة مميزة من الجزائر والمغرب، تأتي أيضا في سياق جهود مشتركة تبذلها جامعة جابس مع عديد الأطراف لترسيخ هذه الثقافة وهذا البعد العلمي المميز.